السلام الله عليكم اصدقائي ومتتبعي القناه ديالنا. ان شاء الله اليوم ان شاء الله بدينا كنقولوا فهاد السكويله طوب تاع الناس الدوالينا. اذا السكويله طوب ايتانسيال مات باج 25 اكزرسيس دابليكاسيون اكزرسيس نيميرو 8 كالكولي لي اكسبرسيون سويفون ا بي سي. اذا نكالكوليو لي 3 اكسبرسيون. اذا تابعونا. اذا اكسبرسيون نيميرو 1 ا ايغال اونتر بارونتيز 9224 plus 213 plus entre parenthèses 67325 moins 7325. كيفاش غيمكن لي نحسب هاد العملية؟ إذا دائما لي بريوريتي دو كالكول كنسبقو الأقواس. كيفاش الأقواس؟ إذا نحسبو الأعداد اللي وصل الأقواس. إذا هاد العدد هذا زائد العدد غيعطيني 9437 زائد هاد العدد ناقص هاد العدد كيعطيني 60000. إذا هنا مجموع عددين صحيحين كيعطيني عدد صحيح اللي هو 69437. جيد. إذا غادي نمشي وغادي نشوف الإكسبرسيون الثاني اللي هو إكسبرسيون بي. إذن بي كيساوي 17 ناقص 2 مضربة في 5 زائد 45 قسم على 5 ناقص 5. إذن أنا شنو خاصني ندير؟ خاصني ندير لا بريوريتي دو كالكول. إذن الأسبقية لما نسبق للضرب والقسمة. إذن نحاول أنني نسبق الضرب هو الأول، نخلي كاع لي زيكسبرسيون أخرين كيما كانوا. إذن كيساوي 17 ناقص 2 في 5 هي 10 زائد 45 قسمة على 15 ناقص 3. إذا قلنا كنسبقوا الضرب والقسمة. أنا ما بغيتش نديرهم جوج في عملية واحدة، حاولت أنني نفرقهم باش نبين لكم. إذا غادي نمشي لهنايا، عندي الزائد وناقص والقسمة. إذا نسبق القسمة، سبق هاد العددين. إذا 45 على 15 عطيني هي 3. الأعداد الآخرين خليتهم على حدة بوحدهم، ما قسهمش. ها هي 17 ناقص 10، هنا ناقص 5 هي خليتها، ولكن 45 مقسوم على 15 عطاتني 3. إذن فاش كنوصل للحد الأخير اللي كيكون فيه الناقص والزائد، كندير كالكول دو غوش فيغ لا دغوات. دونك غادي ندير 17 موان 10. إذا نسبق ب 17 موان 10 هي الأولى، غتعطيني هي 7 بلس 3 بلس 5. إذا مازال غندير 7 بلس 3، إذا ندير 7 زائد 3 كتعطيني 10 ناقص 5. إذا بي كتساوي ليا 5. إذا نمشي لإكسبرسيون الاخير. اذا اكسبرسيون سي كيساوي 280 ديفيزي باغ 100 بلس 10. اذا 280 مقسوم على 100 زائد 10. اذا اش كنسبق البروبريتي دو كالكول؟ كنسبق القسمه. اذا غنحسب هاد العددين هما الاولين. اذا غيعطيني 2.8 هو 280 قسمه على 100. اذا غنمشيو جهه اليسار بجوج ديال الاصفار زائد 10. اذا مجموع عددين صحيحين السي كتعطيني 12.8. إذا نمشي لإكسبرسيون دي والأخير. إذا الإكسبرسيون الأخير ديالنا، إذا دي كتساوي 2.4 مضربة في 5 ناقص 1 بين قوسين بين معقوفتين 2 ضرب 4 زائد 6 قسمة 3 6 القوس ناقص 1 6 المعقوفة. إذن هذا هو آخر إكسبرسيون. إذن ما تنساش أنك دير واحد أبوني فلاشين إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة ديالي الجديدة، وتفعل الجرس باش أي تمرين درتو ولا أي فيديو درتو يوصلك. وما تنساش دير واحد لايك باش القناة ديالنا تطلع بواحد السرعة اللي يستافدو منها جميع الناس، وشكرا ليك. إذن كما قلت لكم، إذن هنايا كنديرو لا بريوريتي دو كالكول، كنحسبو الأعداد بين الأقواس والأعداد بين المعقوفتين. وهذوك الاعداد اللي كيكون عندنا بين المعقوفتين كنحسبوا اللي وسط الاقواس، وسط المعقوفتين عندنا هنا الاقواس. اذا نحسبوا وسط الاقواس، غادي نديروا تساوي 2. ها هي 2. حسبنا الضرب حيت الاسبقيه للضرب على زائد وناقص. 4 في 5 عطاتني 20 ناقص 1. سديت القوس جيت عند المعقوفتين، قلنا غنحسبوا بين الاقواس. انا ما حسبتش هنايا باش نبين لكم. اذا غنسبقوا القسمه هي الاولى. إذا في الطرف الثاني درنا جمعنا، عندنا زائد وناقص يعني من اليسار ليمين.
إذن 2 زائد 20 عطاتني 22 ناقص 1 بين معقوفتين. هنا قسمت 6 قسمة على 3 عطاتني 2، مفهوم؟ إذن قس 6 قسمة على عطاتني 2. هنا غير مثلا أنا أحسب بينها أقواس، إذا 4 زائد 2 هي 6 عطاتني 22 ناقص 1 هي 21 زائد بين المعقوفتين عندي 2. فيما كنشوف هذا القوس لاصق على العدد يعني هنا راه كاين واحد الفي، صافي عندي واحد الفي. إذن 2 في المجموع ديال 4 زائد 2 هي 6 ناقص 1. مازال عندي المعقوفتين بحالهم بحال الأقواس، إذن عندي الأسبقية للضرب. إذن نحسب 2 في 6 مازيان. إذن 21 غتبقى هي 2 6 غتعطينا 12 ناقص 1، 12 ناقص 1 هي 11. إذن معقوفتين أو الأقواس إذا كان قبل منهم إشارة ديال الزائد موجبة، إذن الأعداد الوسط الأقواس أو المعقوفتين لا تتغير. إذن غيولي عندي 21 زائد 11 اللي غيعطيني ديك يساوي 2 و 3. إذن كنشكرك على حسن التتبع ديالك للحلقة ديال اليوم ولا التمرين 8 صفحة 25، موعدنا بتمرين آخر نص صفحة. وكنشكركم على حسن التتبع ديالكم، ما تنساوش أنكم ديرونا لايك تحفيزي وشارك في القناة باش يوصلك أحدث الجديد. السلام عليكم.